في الوقت الذي طبقت فيه الهيئة العامة للغذاء والتغذية القانون على المخالفين، أغلقت فعليا 17 منشأة غذائية ما بين مطاعم ومحلات بيع لحوم ومواد غذائية في سوق المباركية، بعد اكتشافها أنها تخالف القرارات الخاصة بالنواحي الصحية فيما يتعلق في بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الزميل فهد التركي رافق هيئة الغذاء في جولتها لإغلاق المحال للمخالفة. الهيئة العامة للغذاء والتغذية تطبق القانون وتغلق عشرات المطاعم ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية في سوق المباركية، وذلك لتداولها أغذية فاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. بناء على قانون إنشاء الهيئة 112 لسنة 2013، الحرص على سلامة المستهلك وسلامة المادة الغذائية، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة المدير العام الدكتور ريم الفليج بمحاسبة كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالمادة الغذائية والضرر بالمستهلكين، قمنا بتكثيف الجولات التفتيشية وتم ضبط عدد 60 محضر ضبط مخالفة، وذلك لارتكابهم المخالفات الآتية: بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة بناء على الكشف الظاهري بما نصت عليه اللائحة التنفيذية 20 لسنة 2017، وكذلك تم ضبط لحوم تم تعبئتها بأكياس بلاستيكية كيميائية غير مخصصة لتلك المادة الغذائية مما يجعلها ضارة بالصحة، وكذلك تم ضبط محلات عدم التزام قواعد واشتراطات النظافة العامة لوجود صراصير حية بكثرة ووجود حشرات. صدر عدد 17 قرار إداري بغلق المنشآت الغذائية من مطاعم ومحلات بيع اللحوم. الفرق التفتيشية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومن خلال جولاتها على مدار الساعة اكتشفت وجود مطاعم ومحلات بيع لحوم ومواد غذائية تخالف القانون، فسارعت باتخاذ إجراءاتها لإغلاق هذه المنشآت حفاظا على سلامة المستهلكين. نشيك على اللحوم تكون صالحة للاستهلاك الآدمي، ما تكون فاسدة أو منزوعة الأختام اللي عليها، نفس الحين اللحم هذا نشوفه كله منزوع الأختام اللي عليه، فما يبين لنا تاريخ صلاحيته. جميع شوف اللحم هذا الحين كله نازعين الأختام اللي عليه، لا ما توجد عليه أختام تبين مدى صلاحية التاريخ اللي كان موجود عليه الذبحة. نزع عنها الأختام تعتبر تداول أغذية مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية عليها. الحفاظ على صحة المستهلكين وحمايتها من أي خطر قد تتعرض إليه من خلال تداول الأغذية الفاسدة هو العنوان الأكبر الذي تعمل من خلاله الهيئة العامة للغذاء والتغذية في سبيل الحفاظ على صحة المستهلكين وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بهم، سواء من خلال بيع مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو التعامل بالغش التجاري. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.